المبادرات الخلاقة. الفائز بالجائزة كبرى صنف المبادرات الخلاقة الجائزة يعني بكل سنة يعني خلال بداية الأسبوع، ونحن نتصفح الموقع الرسمي على صفحة الفيسبوك للأكاديمية الجيروية بخارج تطوان، وجدنا لجنة التحكيم تتقاطع في خط واحد مع هذه المبادرات التي أرسلتها الأكاديمية الجيروية مبادرة خلاقة، وبالتالي عادت الجائزة الكبرى صنف المبادرة الخلاقة لمجموعة مدارس تغرامت بمديرية الفحص أجرة. وهو الشعور الذي أحسسناه من داخل لجنة التحكيم أنه يتماشى مع فلسفة التربية والتكوين داخل الجيل.